في عيد تأسيسها الخمسين، نتقدم بالتهنئة لمجلة درع الوطن التي ظلت لنصف قرن تؤدي رسالتها الإعلامية العسكرية الاستراتيجية في تفان وإخلاص، غرسا لمبادئ العقيدة العسكرية الإماراتية، وتجسيدا لمهارات التضحية والبذل والعطاء، وتعميقا لقيم الولاء للقيادة والانتماء للوطن، وتثقيفا ورفعا للروح المعنوية لأفراد قواتنا المسلحة المنتشرين في ساحات الفداء كافة، وما تقوم به من دور في نشر المعارف ورصد التطورات التي يشهدها القطاع العسكري عالميا. درع الوطن، مسيرة وطن.